الشيخ الحديث بتاع حديث، ليش اللي كلمة بتاع حديث كذا وخلاص. حاضر، حديث الفرقة الناجية. افترقت اليهود. المفروض يعني هم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا أولا قدرت النار. أولا في ملاحظة، اتفضل. الله يزيدك من فضله. حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. في زيادات، أرى كل الزيادات بعد هذا القدر ضعيفة، مثل كلها في النار إلا واحدة، ومن الواحدة؟ النزاع من القبائل، ما أنا عليه وأصحابي الذين يصلحون إذا فسد الناس، كل ذلك ضعيف. يعني إن حسن على إغماض أيضا في السند، فالتحسين إلى قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ما وراء ذلك كله ضعيف. سمعتني يا أختي؟ تمام يا شيخ، الله يكرمك، جزاك بل الله خير. الأصل نفسه، الأصل نفسه افترقت اليهود، أيوة. أسانيده أيضا معرضة للمقال، يعني من العلماء ضعفها كلها، ولذلك لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم في صحيحيهما. تمام، الله يكرمك، جزاك الله خير. معلش سؤال عن الرسم.